باسم القدس الاب العام الاباتي نعم طلع الهاشم الرئيس العام للرهبانيه اللبنانيه المارونيه والرئيس الاعلى للجامعه. برحب بسعاده النائب الدكتور نعمه فريم وعائله جورج فريم الكريم العزيزي والاب المدبر رئيس سابق للجامعه يلي اعطى كثير لهالجامعه من انتفاضه ومن تقدم ووثبه جميله جدا. اصحاب المعالي والسعاده ابي الكرام، انه ليوم مجيد بتاريخ جامعه الكسليك. اتمل بوعظتي شيء مميز للمرحوم الوزير جورج فريم، انه كان ساكنه قلق التفتيش عن المعرفه الهارمه. هو كان المطارد لكل شيء، وهيدي المسيحية الصحيحة. أحبائي، بقول ألبرت أينشتاين: The only thing you absolutely have to know the location of the library. فعلا هيك، أهم شيء نعرف عنوان المكتبة، خاصة إذا اسم المكتبة رح يكون جورج فريم، جورج إن فريمز لايبراري. حتى فينا نسقط لايبراري ونخلي جورج فريم ويعني هذلك الشيء ذاته. النية اللي سمعناها يلي مأخوذة حرفيا من كتاباته، ولا أروع من هيك، المحبة والحكمة يلي عاشهم جورج فريم بشكل كامل. المحبة يلي هي وحدها ستبقى، كل شيء سيتداعى ويسقط، والمحبة تبقى. قديش جورج فريم كان عاشق للتواصل مع الإنسان، وخاصة الإنسان المعدم والمتألم والمشرد. كان سند للجميع بخفاء، كان سند للشأن العام، رئيس بوبليكا الشأن العام. هو اللي صالحنا مع الشأن العام وجعله امتداد للشأن الخاص. هو عاشق يسوع المسيح يلي هو دبار باللغة العبرانية القديمة، يعني الكلمة الحدث، لا بارول ايفينمون، مأساة الإنسان إنه بفكر شيء وبيعمل شيء وبقول شيء. تمزق وتناقض، إجا سيدنا يسوع المسيح صالح الكلمة مع الحدث. جورج فريم كان فعلا ماشي بهالخط، المصالحة بين الكلمة والحدث. لما كان بالدولة مثل ما قلت بوعظتي كان مصدر إزعاج إيجابي لكل زملائه ولكل الدولة. اليوم هو المرجع، هو خارطة الطريق لمحاربة الفساد، لتعزيز الشأن العام. جورج فريم يلي حكي عن الرجاء بشكل رائع جدا، عن التفتيش عن الحقيقة بشكل ممتاز، عن الحكمة بالحياة. رفيقه يسوع المسيح هو ساحره بكل محطاته، هو الكلمة. بأحبائي، نعطي هالاسم جورج فريم للمكتبة، لمركز الترميم يلي كل ذاكرة شعبنا هون. مثل ما حكي خينا كارلوس، كل مخزون فكرنا وتراثنا القديم كله صار على متناول الباحثين. المكتبة وصلت إلى مستوى فعلا مش بس إقليمي وعالمي. وهون تسمحوا لي أقول له لأبونا الدكتور جوزيف مكرزي كل الشكر العميق لرؤيته، لنظرته الثاقبة، للتحديث المستدام، لحتى تكون فعلا مساحة مميزة لتلاقي الباحثين عن المعرفة وعن الحقيقة. قديش أنا اليوم سعيد كرئيس الجامعة وقدس الأب العام الرئيس الأعلى إنه طلابنا يصفي لهم رفيق لهم بأبحاثهم من هو عاشق للكلمة، عاشق ليسوع المسيح الكلمة المطلقة جورج فريم، يكون رفيقه مثل ما كان يسوع المسيح رفيق لمزيع ماوس. اليوم حلو كتير جورج فريم بهالاسم الألمعي على جميع المستويات الفكرية، الوطنية، الإنسانية، المسيحية، الإيمانية، يكون فعلا هو رفيقه لحتى يكملوا البحث العنيد عن الحقائق بكل فرح. مثل ما شفتوا صورته لجورج فريم بالكنيسة، هالجدية، هالعزة، هالبعد الروحي الداخلي، الفرح الداخلي، وهالهدوء والسعادة، مثل ما عاش مات. مهم كتير أحبائي لكل الباحثين بيناتنا وعشاق البحث والتفتيش إنه يكون عندهم الفرح، يكون عندهم الرجاء إنه بكرة رح يكون أجمل،
مثل ما قال أنتوني ديميلو الكاهن اليسوعي الهندي يلي عاش كل حياته بالولايات المتحدة الأمريكية ومات بسن 58 سنة وترك الإرث الروحي العظيم متناول الجميع لما كان يقول لهم say goodbye to golden yesterdays the best is yet to come. شو مهمة مع جورج فريم كلنا نردد the best is yet to come لكل أجيالنا لكل الناس اللي عم يبحثوا. أحبائي يلي الشخص اللي ما عنده مكتبة يعني ما عنده ماضي ما عنده ذاكرة ولن يكون له المستقبل. هم كتير أحبائي اليوم كلنا بمكتبة جورج فريم وبمركز الترميم والحفظ يلي على اسمه هلأ رح تفوتوا وتشوفوا إنه أثمن شيء في جامعة أروح كروز الكاثوليك هذا المخزون الفكري العظيم يكون على اسمه. باسم قدس الأب العام والسلطة متوجه إلى سعادة النائب الدكتور نعمة فريم بالشكر العميق لأنه عم بيحافظ بشكل كامل على تراث أبيه. هو يلي حامل هالوديعة، هو يلي معنا نقينا سوا هذا الموقع المتقدم. أول شيء جامعة الكاثوليك موقع متقدم في الفكر في لبنان وفي التصنيف العالمي وموقع متقدم في الرهبانية اللبنانية المارونية يلي مكرس حياته للإنسان ولكرامته وللمعرفة المحررة وللإيمان بهذا الشرق. إن شاء الله أحبائي كلنا سوا في موكب المعرفة موكب التفتيش بفرح ورجاء نصعد مع مزامير المراقي إلى أورشليم الجديدة ومع جورج فريم وسعادة النايب وكل عائلته الحبيبة والأصدقاء والأحباء كلنا سوا نرتل هلويا المجد والقيامي وشكراً.